يا جماعة الخير، الشرطي هون دخل على إجري ورافض إنه يشلح بوته، وبيبلغ إنه هون مش مسجد وهون مش المفروض يشلح من إجره بالمرة. بعد ما طلبنا منه أكثر من مرة إنه يشلح بوته رافض. شايفين المسجد كيف دخل على السجاد من الباب هذا مباشرة له واقف بوته. لا شو مدفع بعرفيتك مش شيء مرت لخبا كودم دبرت بعرفيتك شوف كين سلام كوفي ماني مسلم أبي يودي بخسر ما طالع ما أتا عسي زي لطف ما أتا عسي زي لطف لما لطف لا طوف عزيزو لي تقولي أنا إليك أنا رصيت تسريكوت لغوت شاكو بسرد أتا يخل استكيل مغديلك بأشار أتا يخل استكيل لا طوف ما زي אני אפס את מה שאני רוצה. אתה יכול מהתפיסה להסתכל, לא מתקע. אני שם, אני לא סוף שום דבר. طلع يا جماعة الخير، هيا شرطة إسرائيل بتقول لك باحترام الأديان. طلع كيف بدخل على بوته عماله، بدخل وعماله بتعنطر وبتحدى عماله، كل المسلمين بتحدى عماله بدخوله للمسجد في بوته وبأسلوبه السيء جدا. تفضل يا عالم، تعال تفرج شو بيصير باب الرحمة، تعال تفرج شو بيصير بالمسجد الأقصى. هاي هي الشرطة، هذه هي الشرطة، وهذا اللي بتسويه عماله. سجاد ولا سجادة إلا دعس عليها وعماله بتعس سجادة سجادة وبتحدى وبتحدى عماله. مش ولا إشي تمش ولا إشي ولا إشي تقيم له ولا إشي تقيم له. أنا خسرت أخر شيء تسين على سن كيول أخر شيء يتسين أنت تسين شو مضبع أخر شيء عبرت كل شو عبرت يا طبعا وصول مجموعة من الشرطة على أساس إنه يعني الوضع حاجة. شايفين هذا هو الشرطة الضابط اللي بيستفز كل مشاعر المسلمين، هو وأربعة خمسة شرطة معه دخولهم على المسجد بحذيتهم. هذا هاي هي الشرطة، هذا اللي بيسووه.